بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الحادي عشر. ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف أو مطر، قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يخرج أمته. فإذا كان هذا المراقب يتصور فعلا أن يقع في مثل هذا الحرج، فعليه أن يقدر الوقت الذي يكلف المراقبة. فإذا كان يتصور مثلا أن المراقبة تأتيه ما بين ما قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر، فهو يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد دخول وقت صلاة العصر، فيصلي في ذلك جمع تأخير. وبالعكس مثلا إذا تصورت أنه يكلف بأداء هذه الوظيفة من المراقبة بعد الظهر، فهو يجمع جمع تقدير العصر إلى الظهر، وهذا نقول عن المغرب والعشاء. ولو ضيقنا الصورة التي تخيلها بعضنا بحيث أنه يقول إنه كلف بالمراقبة قبل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فإذا هو اشتغل بالصلاة ما تكن هذا الكبير يعني. نقول حينئذ الصلاة هذه لا تسقط عن القدر، لأن الصلاة لم تسقط في صورة واقعية، وهي التي تسمى بكتب الفقه لصلاة القول. ففي هذه الحالة لا بد من الصلاة ولو أنها كانت مخططة جدا ومختصرة. فإذا تصورنا فعلا أن مسلما كلف بهذه الوظيفة من المراقبة في وقت ضيق مثل صلاة الفجر، فلا بد له أن يجمع بين قيامه في هذه الفريضة مع المراقبة. أنا في الحقيقة لا أتصور الآن ماذا يعمل هذا المراقب، فإني أستطيع مثلا أن أتصور إذا كان هو مأمور بالضغط على بعض من الأجرار مثلا بإعطاء إشارة خاصة للطائرة التي تريد الهبوط في المطار، فهذا أمره سهل لأنه في أثناء الصلاة وهو قائم يصلي يستطيع أن يعمل هذا، ويستطيع أن يقف بجانب الضغط بين جهاز نحن وهكذا. لذلك هذا من معاني قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن أنا شخصيا ما أدري كيف وظيفة هذا الإنسان يتكلم معي يتكلم. الصلاة وقد يأخذ من الصورة الفضية الصلاة الفجر لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا، فهو يستطيع إذا نتخيل هذا ممكن يستطيع أن يخفف الصلاة بحيث أنه ما تحمل معه إلا دقيقة، ولا أتصور أنه هو في كل لحظة يتكلم بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين خفيفتين. المهم فالإنسان على نفسه بصيرة، المبتلى هو الذي يقدر الظرف الذي فيه ملاحظا اولا اداء ما فرض الله عليه في هذا الوقت الضيق، وليس كوقت الظهر والعصر من جهه والمغرب والعشاء من جهه اخرى، فهذا المبتلى هو الذي يقدر الظرف، فلا بد من ان يحافظ على امر الله بالصلاه من جهه، وان يؤدي الوظيفه التي نتخيل انه اذا قصر فيها وقع فساد كبير في الارواح والانسان. هذا أهون مما طوله صاحبنا، لأن الطائرة حينما تتكلم مع برج المراقبة تظل تحوم في السماء وتحوم حتى يأتيها الأمر، فأنت فرجت الآن عن القضية بهذا التصوير. ما دام الطائرة هي التي تبدأ الكلام مع المراقب أو مع المراقبة، فهل تستطيع الطائرة أن تنزل دون أن يأتيها الأمر بالنزول؟
فإذا هذا رجلا مسلما يصلي صلاة الفجر في ركعتين في دقيقتين، ما الذي يصيب الطائرة التي تحاول السماء وتنتظر صدور الأمر من المراقبة فيما إذا أخرت عن النزول دقيقتين؟ لا يصيبها شيء. قد يكون أمريكا عشر طائرات في عريشة. نحن ما نتكلم مطلقين بمعنى أنه هو عليها أن ينظم الحركة، نحن نتكلم مقيدين بأنه هذا عليه أن يصلي ركعتين فريضة الفجر، فهو عليه أن يوفق بين أداء ما فرض الله عليه من جهة وبين أداء ما فرض عليه من المكلفين له بهذا العمل. أما أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق هذا أمر لا يقول به مسلم أبدا. لذلك أقول فللإنسان نفسه بصيرة، هذا المراقب عليه أن يحرص على الجمع بين الأمرين، بين ما فرض الله عليه وبين ما فرض عليه من رئيسه الصالم عليه. يعني باختصار، هل المقصود من هذه المباحثة أن نصل إلى أن نقول لا يصلي الفجر في وقتها؟ ما أظن المسلم يقول بهذا. إذن ما الذي يستطيع أن نقوله؟ أنه يجب عليه أن يحاول أن يجمع بين تحقيق المصلحتين، المصلحة الشرعية والمصلحة المهنية. أما أن نقول يبين المصلحة الأولى وهي داخلة تحت قوله عليه السلام فغير الله أحق أن يطوى في سبيل تحقيق هذه المصلحة الدنيوية أو المهنية، أنا لو قوت تصادم الأمرين أقول لا يجوز أن يكون المراقب حين ذاك في هذا الوقت المراقبة يستفيد من الوظيفة كلها أو من أن يوظف في هذا الوقت الحرج الضيق الذي إذا تسلم فيه الوظيفة لا يتمكن بوجه من الوجود من أداء فريضة الفجر صلاة الفجر، فحينئذ لا يجوز هذا العمل. يلقى صلاة ما؟ كيف أظن الطائرة الثانية؟ ويمكن أن لا يصير اتصال؟ ويمكن أن لا يصير اتصال؟ هذه مجرد أنه يمكن يصير اتصال ويقع الصلاة؟ لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى؟ بارك الله فيك، هذا غير ما تقول. أنت تقول يمكن وألفت نظر أنه يمكن العكس، تقول نعم، بينما سورة الأعمى أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في الذئب، هذا يقال يمكن أن يقع؟ ولا كما قلت يغلب على الفن إن لم تقطع بأنه يقع، فهذا يختلف عن ذلك تماما. لذلك يجب أن يكون الإنسان دقيقا فيما يفعل، دقيقا فيما يقول، دقيقا فيما يفتي، وليس لمجرد أنه يتصور يمكن أن يصير اتصال بين طائرتين، مع أن هذا الإمكان مقابل بإمكان آخر. فلأنه يمكن نقول يقطع الصلاة، يفسد الصلاة، وهذا لا يجوز إسلاميا. نعم؟ مجموعة من الموظفين يعاملون ليس بمقابل في البرج، فيستطيع أن يصلي والثاني يحل محله. الحمد لله، ولذلك أنا أقول أنه يجب أن يدرس المكلف الأمر بدقة ولا يستسهل القضية ويخالف الشريعة. نعم. يسأل الثالث يقول ما هو التعريف المضاربة شرعا؟ تعريف المضاربة معروف، وهو أن يشترك اثنان في عمل ما في تجارة ما أحدهما بماله والآخر ببدنه. هذه هي المضاربة. يسأل الثالث يقول يحدث الآن أن تسقى المشروعات في ماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات، فهل يجوز الصلاة في الثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء؟ إيش المقصود بالمشروعات؟ يعني زراعة الأراضي، يعني زراعة الأراضي التي تزرع. نعم. إذا هاي المشروعات يحدث الآن أن تسقى المزروعات بماء جميل، في فرق بين مشروعات ومزروعات. نعم.
بماء المجاري بعد تطهيرها لبعض الكيماويات، فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أصيب ببعض هذا الماء؟ وإن كان يجوز فهل يجوز التوضؤ بهذا الماء؟ وهذا الماء أيضا ما وقت هذه ما هو؟ ماء البلد العادي. المجاري الكهاريج يعني. نعم، بعدها تحللونه البلدية تحلله تكفي به المدعاة. لا يمكن ذلك. الماء النجس إذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى تماما عن العكس من الماء ماء السماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كما هو المذهب الراجح عنده. فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر الطهور تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء، فإذا أجري على هذا الماء النجس تحويلات علمية فنية بحيث عاد إلى طبيعته الأولى فليس له طعم ولا لون ولا ريح، فقد عاد الماء إلى أصله فصار طاهرا مطهرا، فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء لأنه ليس نجسا. هذا المهم يا أخي، نحن نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، وإلا فيقع مثلا ماء الرسول في ماء طاهر مطهر فيتغير لونه أو لا يصبح نجسا، يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرا غير مطهر، أما أنه نجس لا، لما؟ لأنه لم يتغير لونه بنجاسة. المثل المطروح الآن، إذا هذا الماء النجس الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة عاد إلى أصله حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه فهو طاهر لأنه عاد إلى أصله، أما له طعم آخر نحن نجد مياه طبيعية أحيانا المياه الكبريتية لها طعم لا تتحمله النفس عادة إلا بصعوبة، هذا لا يعني أن هذا الماء نجس بل لا يعني أنه ماء غير مطهر بسبب هذه الرائحة، لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلت فيه. هذا الكلام ما نسويه؟ نعم، تقول ماذا؟ العكس هو الصواب، حديث الثلاثين هو الذي يقيد. ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث قلم فوقع فيه نجاسة، هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقا؟ ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه، إذن أين تطبيق حديث الثلاثين؟ هذه واحدة. أخرى وهي بيت القصيد كما يقال، لماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قبلتين وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة؟ تقول بلا شك لأن هذا الماء تنجس. فهل أعملت حديث القلتين في هذه الصورة؟ كان الجواب طبيعي الحال لا. إذن أي حديث أنت أعملته في هذه الصورة؟ أليس حديث الماء طهور لا يملجه شيء؟ فإذن من الذي يقيد الآخر؟ هذا هو الذي يقيد حديث القلتين. فمعنى حديث القلتين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته، وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده، ولكنه لا يصح أن يجعل قاعدة في المياه بخلاف حديث بئر الوضاعة الذي يقول الماء طهور لا ينجس شيء، فهو القاعدة وهو الأصل وهو الذي يحكم على حديث الثلاثين. فحديث الثلاثين يحمل
ويفسر على ضوء الماء الطهور. إذا كان الماء أقل من كل شيء ووقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر بحكم حديث الماء الطهور. وإذا بلغ أكثر من كل شيء ووقع فيه نجاسة فغير من حقيقة الماء المطلق فقد تنجس ولو كان كل شيء بحكم حديث الماء الطهور. وهكذا فحديث الكلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من الكلتين كانت قليلة بحيث لم تخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقا. الحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث الماء طهور وليس العمل على حديث الكلتين. حديث الكلتين يبدو والله أعلم كان جوابا لحادثة معينة، كان الماء كلتين وكانت النجاسة قليلة لم تخرج ذلك الماء عن طهوريته، فقال عليه السلام إذا كان الماء كلتين لم يحمل القدر. نعم قدر. يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث صحيح، لكن هناك بعض القواعد الأصولية يجب ملاحظتها حينما يبدو لباحث أو الفقيه شيء من التعارض بين بعض الأحاديث. من هذه القواعد إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعل له قدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن القول شريعة عامة وجهه رسول الله عليه السلام إلى الأمة، أما الفعل فهو وإن كان أيضا الأصل فيه أنه شريعة عامة لكن في كثير الأحيان يكون حكما خاصا به عليه السلام دون سائر الناس، وهذا لا يحتاج إلى ضرب من أمثلة. وأحيانا يكون ذاك الفعل صدر منه عليه السلام بحكم الضرورة أو الحاجة فيكون حين ذاك معذورا فيبقى القول الذي يوجه إلى الأمة دون أي معارضة. من أجل هذا وذاك كان من الفقه الذي يجب مراعاته هو أن يقدم القول على الفعل إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن القول نطق، وهذا صعب تصوره ولكن نحن نفترض إذا قام الدليل على نطق القول بالفعل ذهب إليه، ولكن هذا نادرا ما يكون وإن كان يقع فيه بعض الناس خطأ. يعني مثلا حديث إنما جعل الإمام ليسمى به وفيه فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، في رواية فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس بعذر أنه يجب عليه أن يتابعه فيجلس معه. عرض هذا الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا والناس من خلفه قيام، فدعا بعضهم أن هذا الحديث ناسخ، أن هذا الحديث الثاني ناسخ للحديث القولي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فرد على هذا البعض لأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن أن ينسخ القول الفعلي، القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب والحالة هذه التوفيق بين الفعل والقول، وهذا حينما يكون عندنا حجة أن القول متقدم على الفعل.
والفعل المعارض له متأخر عنه، حين ذاك لا بد من التوفيق. أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن وقع للرسول عليه السلام فعلا بخلافه، هذا لا يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة. فإذا أمكن التوفيق وفق، وهذا أصل ضروري جدا ملاحظته، وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول في هذه الحادثة وبين قوله عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين. فإن الإمام أحمد رحمه الله أعمل كل من الحديثين القولي والفعلي في مكانه. الحديث القولي جعله قاعدة مضطردة، لأن هذا طبيعة الأقوال النبوية. أما الفعل الذي وقع من الرسول عليه السلام التزمه في حدود واقعه، لم يلحق به صورة أخرى. فماذا قال؟ قال: إذا ابتدا الإمام الصلاة جالسا فعلى من خلفه أن يجلسوا معه، أما إذا ابتدا الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم الأول. هذا منه من دقة فهمه رحمه الله، لأن الحادثة هكذا كانت، أي كان كما تعلمون الإمام أبو بكر الصديق بحكم توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهو صلى بالناس إماما قائما بطبيعة الحال. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وتأثر أبو بكر وقام الأصيل مقام الوكيل ودخل جالسا، كانت الصلاة تماما لصلاة الإمام الوكيل الذي ابتدأها من قيام. فهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين ما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قائما فعليهم أن يصلوا سيخرجوا، أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فهنا تأتي الحادثة الفعلية وتخصص القاعدة القولية. هذا الجمع هو الذي ينبغي أن يشار إليه، لا أن يقال أن حديث الأمر بالقعود منسوخ، لأن الحادثة الفعلية ليست فيها الدلالة العامة التي تعارض الحديث القولي، فلا سبيل إلا إلى القول نفسه. لا، على أن هناك توثيقا آخر، وهو لو كانت القصة كما صور الإمام أحمد صور أن الإمام ابتدأ الصلاة من قول وصلى من خلفه من قيام، هذه صورة تعارض تماما قول عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين. إذا يقال أن هذه الصورة الفعلية أيضا لا تنهض لنفس القول، وإنما تنهض لبيان معناه، لأننا نعلم أن الأصل في كل أمر أنه يفيد الوجوب، إلا إذا قام الدليل على عدم وجوبه. فإذا ثبت لدينا أن قول عليه السلام هذا متقدم، وفعله عليه السلام في السورة التي تخيلناها دخل الصلاة جالسا والناس يصلون خلفه قيام خلاف الحديث تماما، مع ذلك لا يجوز أن يقال هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي، لأنه يمكن التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي، فيقال الحديث الفعلي بين أن الأمر بالحديث القولي ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، فبقي قوله عليه السلام محكما غير منسوخ بطريقة التوفيق بين الحديث القولي والحديث الفعلي. هذا لو كانت الحادثة الفعلية أولا متأخرة عن قوله، وثانيا كانت بهذه الصورة الضيقة التي صورناها، فكيف وهي أولا لا يعلم أنها متقدمة
متأخرة عن الحديث القولي، وثانيا لم تكن الصلاة هناك ابتدأها الإمام من قعود وإنما ابتدأها من قيام. لذلك الأمر بالصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا هو أمر محكم. كل ما يمكن أن يقال أن الأمر أم هو للوجود كما هو ظاهره أم هو للاستحباب كما يقتضي الجمع بين الحديث الفعلي والحديث القولي، الجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر للوجوب لا يزال قائم، وأن الحادثة الفعلية لا علم عندنا لأنها متأخرة عن الحديث القولي، بل قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين وفي حفظ أنه عروس أو عطاء أحدهما يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صلاته جالسا قال مثل هذا الحديث: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يؤكد بقاء الأمر في الحديث المتفق عليه على أصله، لأنه لم يقم عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأثرت عن قوله عليه السلام العام. لهذا الحديث لا يزال على أصله شرعا مستمرا إلى يوم القيامة مطلق: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ويؤيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يؤيد أن الحديث ليس منسوخا، بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما الظهر جالسا لأنه كان راكبا دبته فرمته أرضا فأصيب بعضده أو أكحده فلم يستطع أن يصلي قائما فصلى قائما، وقام الناس عادتهم من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم: إن كنتم تفعلون آنفا فعل فارس بعرمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إن كنتم تفعلون آنفا فعل فارس بعرمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليصلى به. وذكر الحديث: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر للمقتدين بالصلاة جلوسا أجمعين خلف الإمام الجالس، أن في هذه الظاهرة التي رآها الرسول عليه السلام من الصحابة حين صلى هو جالسا وصلهم قياما في مشابهة لأهل فارس الذين من عادتهم أن الملك يجلس على عرشه ويقوم الناس من حوله قياما. لذلك قال لهم: إن كنتم آنفا تفعلون، كنتم وما فعل، لفوارق واضحة جدا منها أن كسرى حينما يجلس على عرشه ويقوم من حوله قياما أمر مقصود لإظهار عجرفته وكبريائه، بينما الصورة التي وقعت بين الصحابة والنبي لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. هناك كسرى يجلس تعاظما، من حوله يقومون تعظيما، كل هذا وذاك ليس له وجود في سورة قيام الصحابة خلف الرسول عليه السلام. رسول الله جلس وهو الذي بلغنا قول ربنا: وقوموا لله قانتين، وهو الذي قال لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب
وحين ذاك كيف يترك هو القيام لو استطاع إليه سبيلا؟ إذن هو جلس مضطرا، فأين جلوس مصر؟ جلس متعاظما، رسولنا جلس مضطرا، ثم كسرى جلس ليحكم بين الناس يعني ويسيطر عليهم بأحكامه، رسول الله جلس في الصلاة إظهارا لعبوديته لربه. هذه فارقة أخرى بين جلوس كسرى وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حينما قاموا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام أتباع كسرى وحاشية كسرى تعظيما له، فالصحابة ما قاموا خلف النبي الجالس تعظيما له، وإنما تحقيقا لذاك المبدأ وقوموا لله قانتين. فشتان بين الصورتين من حيث المقاصد والنوايا، لكن هذه الشكلية ما يرضاها الرسول عليه السلام الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار، ولهذا قال لهم إن كنتم آنفا تفعلون فعل ثالثة بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، فأنتم قمتم على رأسي. فماذا يفعلون؟ قال لهم إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول ابن تيمية هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنصح، وما كان من الأحكام مقرونا بعلة محكمة لا تنفع فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما أؤكد أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول. إذن يبقى قول الرسول عليه السلام صلوا جلوس أجمعين محكما إلى يوم الدين. شيخنا تفضلتم ان الامر يدل على الوجوب الا ان ياتي صارف، لابد ان الصارف يكون بعد، لابد ان يكون صارف، اما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري، اما هنا الصارف الفعل، فالفعل لا يعارض القول كما قلنا في الاصل، اذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لكن اذا جاء الفعل متاخرا ممكن ان يكون ناسخ، وليس كل ناس ينبغي أن يكون معروفا عندنا تقدم الناس تأخر الناس وتقدم المنشور، هذا يختلف اختلاف الأدلة. أما إذا تعارض القول وفعل وأردنا أن ننسخ القول بالفعل فبد من أن يكون واضحا لدينا تأخر الفعل عن القول، وهذا له أمثلة كثيرة، يعني يستعجل بعض أهل العلم في إصدار الحكم الذي يؤدي إلى تعقيد القول. مثلا عندنا أحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وعندنا أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما، فيقول بعض العلماء إما أن النهي منسوخ وإما أنه يحمل على كراهة التنزيه وليس على التحريم. يحمل على كراهة التنزيه ينبغي أن يكون عندنا بيان أن الفعل وقع بعد النهي، وهذا مما لا يمكن، ولذلك فيجب مراعاة القضية مراعاة دقيقة حتى لا يقع المسلم في مخالفة حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة فينسخ بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. نعم لا يجوز إقبال القبلة فهو حرام. نعم. وهو قوله الموجه شريعة عامة للمسلمين، لا سيما وأن راويه وهو أبو أيوب الأنصاري كان لما جاء إلى الشام فوجد المراحيض إلى القبلة فذكر هذا الحديث، إذا أتيتم الغائط فلا تستأذن تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرق وغرب، قال فنحن نستغفر الله، لأن المراحيض جاء القبلة، وأنا في الواقع لاحظت هنا الدار التي أسكنها الآن مخالفة لهذا الحديث، هناك عديد من المراحيض
الصلوة والحمد لله غير موجهة إلى القبلة، لكن المرحاض الأول هنا الذي يلي الباب هو إلى القبلة. وأنا مع الأسف كنت حديث عاجل بهذه الدار، فانتبهت أنني أستقبل الجهة التي أصلي إليها في حالة التبول أو التروض. فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام، ولذلك قال نستغفر الله، مع أنه لم يبني من الحاضر واليدي إلى القبلة، لأن بيوت هناك كانت بيوت النصارى. مع ذلك يقول نحن نستغفر الله لأنه لا يستطيع أن يتروض إلا في المكان الذي وجه إلى القبلة. فتساؤلك أن دعوة الفتوحية يتطلب الدليل، هذا التساؤل في محله وليس في محله. هو في محله لأنه أصل، ليس في محله لأنك ذكرت الدافع إلى القول بأن هذا فتوحية. لذلك كان الأرجح ما ذهبنا إليه طبعا في كثير من الأعمال الفقهية والكثير، أن استقبال الفتنة لا يجوز سواء للبقاء أو للموت. وعندي أدلة استنباطية تقاوي هذه النظرية وتجعل المسلم لا يشك في صحتها أبدا. عندنا أحاديث تنهى المسلم عن أن يبقى إلى القبلة، وعندنا حديث أن الرسول رأى رجلا يبقى في المسجد جهة القبلة فنهى ونهر عن ذلك. وإذا قام أحدكم يصلي فلا يبقى جهة القبلة، جهة القبلة وهو يصلي في المسجد أو يصلي في البنيان. وكل ذي عقل ونفس يعلم أو يعتقد معي أن البصر تجاه القبلة دون التغور والتبول تجاه القبلة. فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بساطه تجاه القبلة، أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ أشك أن هذا من باب ولا تقل لهما أفل، أي لا تضربهما بسفل، من باب أولى. هذا قياس أولى. وأن يقول فقير يعلم ما يقوله لا يجوز استقبال القبلة بالبطاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من الجدر، فهذه ظاهرية مخيفة من التفريق بين المتماثلات، بل من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوب. القياس الصحيح هو القياس الأولى الذي لا شك فيه. فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن المصاب تجاه القبلة نعملها استعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا، لا نفرق بين البصر وبين البصر تجاه القبلة؟ وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هناك سؤال عن التأمين، يعني شركات التأمين سواء التأمين على الحياة أو على البيوت أو على السيارات وما إلى ذلك، يعني هل هذه الشركات راس فيها التأمين لها جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الإسلامي؟ أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة، فأنا اعتقاد جازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام. أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر، أي الخمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد الذي
الحديث عبد الله ابن عمرو الأنصاري ابن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والكوبة الطبل. التأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر اليانصيب تماما الذي ابتلي فيه بعض البلاد الإسلامية وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها ترفية أمرها وتثبيت شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. التأمين هو نوع من الخمار هل يا نصيب سمي بالتأمين على الحياة. سبحان الله من الذي يستطيع أن يؤمن على حياة الإنسان الماء والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك فقس من أنواع التأمينات الأخرى. أما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا وإنما أقصد الفائدة اللغوية. إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمن والمؤمن عنده مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلا فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه. هذا أمر جائز لأنه من باب الإيجار والاستئجار. أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه. نعم كيف؟ ما فهمت ما يقول؟ قلت بعض البلدان يعني لا تجدد الملكية إلا هذه مسألة أخرى أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل تأمين إما تأمين خاص أو عام. فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة. ولذلك الكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره. أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما هذا شيء. والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الشاهد أن تأمين المجهور فهو كالضرائب يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره. أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه هذا هو الذي لا يجوز الإسلام لأنه من باب الميت والقمار. نعم هذا نرى فيه التفصيل. إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حالي هذا الدافع هذه بضاعتنا ردت إلينا. أما إن كان ما سيدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع. نعم.
يقول السائل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فاعوره. سمعت احد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول ان رائحه الاسرائيليه تشوه من هذا الحديث. فكيف نرد عليهم؟ وهل يجوز ان نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وهل هناك روايه صحيحه على ان اسمه عزرائيل؟ وكيف يجوز للنبي ان يضرب ملكا مع العلم ان ملك الموت شديد؟ وهل اذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ذلك؟ اخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.